الشعاع M1, M2 بين T1 وT2 هذا M1, M2 كشعاع كيف يكتب؟ فاصلة M2 ناقص فاصلة M1 فاصلة M2 هي 4 لاحظوا مليح ناقص فاصلة M1 هي 2 ماذا يساوي؟ بيان سور فوا اي ديزولي فوا اي يساوي كم؟ يساوي بيان سور 2 اي الشعاع M2 M3 ماذا يساوي؟ نقول لكم 6 موان 4 لو تو فوا اي وش يساوي؟ 2 اي بيان هذا الشعاع يسمى شعاع الانتقال شوفوا عاد عندنا شعاع شعاع اول او ان شعاع الموضع يربط بين او والموضع في كل لحظه تصوروا ها شعاع الموضع بار اكزومبل لحظه تي 2 ايغال 2 سكوند ولا في لحظه تي 1 ايغال 1 سكوند شعاع الموضع هو هذا الشعاع وساسميه او ام 1 شعاع الموضع في لحظه 2 سكوند هو هذا ما هو معناه؟ نقول هكا نتخيل أن الشخص الذي يدرس في الحركة موجود في النقطة O ويشير بيده إلى موضع المتحرك OM1 OM2 أما هذا اللي تشوفه يسمى شعاع الانتقال صح اسمع له مسمى لغة عربية M1 M2 شعاع انتقال بين T1 ماذا يساوي؟ 2i هل M1 M2 كطويلة طويلة الشعاع هذا؟ شوفوا الطويلة تاعو كيف الطويلة؟ 2 بيان سور هي القيمة المطلقة للمقدار هذا هل يعني المسافة المقطوعة؟ بالضبط دونك بين اللحظتين T1 جوسكا T2 انتقل المتحرك وفق الشعاع هو M1 M2 عمالكم هذا وش يساوي؟ هو 4i موان 2i 4i موان 2i 4i موان 2i ما هو الا OM2 موان OM1 صح OM2 ناقص OM1 شعاع الانتقال يعبر عن تغير شعاع الموضع بين لحظتين اين كان المتحرك اين اصبح تغير شعاع الموضع بين اللحظتين سمي شعاع الانتقال سميت VM كون فيتاس موين كشعاع من نجا الشعاع شوفوا رايحين الأشعة اللي هي كونتنت في قيم جبرية هنا نتكلم على الشعاع أولا الشعاع هذا سمي شعاع السرعة الوسطى تعريفا تعريف كلاسيكي تاع السرعة شو هي المسافة في الزمن أقرب شعاع يعبر عن المسافة هو شعاع الانتقال ما هو VM مادام قلنا موين سوف تقولوا بين لحظتين واحد مشى منا حتى الجزائر العاصمة 450 كيلومتر يقولك قعدت في الطريق 5 انت تقدر تهز ديريكتومون تقول 450 نقسمها سور 5 هي المسافة على المدة يلقى 90 كيلومتر باغ اسك هذا يعني بلي مشى 90 كيلومتر باغ صح كل لحظة لا توقف في بعض الحالات مشى بدل فلوس في بعض الحالات نقص في بعض الحالات فتسمى هذه سرعة وسطى اي عبارة كي تاخذوها بهذا الشكل وتكتبوا M1 M2 بين لحظتين وتقسموها على الدلتا تي اللي بين اللحظتين فكأنك قاعد تقول شعاع الانتقال كأنه يعبر عن مسافة فقط شعاعية قسمة دلتا تي قسمة المدة أسميها شعاع السرعة الوسطى أسكار كون نعوض دركا هادو M1 M2 كون نعوضها ب OM2 موان OM1 سور T2 موان T1 نقول دونك شعاع السرعة الوسطى هو مقدار تغير شعاع الموضع سيتادير دلتا OM سور دلتا T مقدار تغير شعاع الموضع بالنسبة للزمن سمي شعاع السرعة الوسطى اسكلير تري بيان انا حاب نلقى السرعة في لحظة مثلا حاب نلقى السرعة في لحظة تي 1
فأقول شيء مادام هذه وسطى، هذه بين دي أو دي دو، سأقول أن السرعة الوسطى هذه ستؤول إلى سرعة لحظية كلما اقتربت دي دو من دي أ. إذا اقتربت دي دو من دي أ السرعة الوسطى تتحول إلى سرعة في لحظة، كانت بين دي أو دي دو، كلما اقتربت دي دو من دي أ حتى تولي تي دو منطبقة على تي أن تقريبا، وهذا هو معنى الرياضي، كي نقولو تي دو تؤول تي أن، سندير تي دو، المدة بين تي دو تي أن متناهية الصغر، صغيرة جدا، إذا كانت المدة بين تي أن تي دو صغيرة جدا، يعني أن السرعة التي كانت وسطى أصبحت سرعة لحظية. واش معناه؟ ندخل لا ليميت على هذه، باسكو كي تقولو تي دو تؤول تي أن، إدخال مفهوم النهاية. لا ليميت تاع هذا، وين أو أم X دو تي دالة أو أم مادام يتعلق بدالة فهو دالة، هل هذا دالة شعاعية؟ دونك هذه كأنها دالة، قيمة الدالة في لحظة تي دو ناقص قيمة الدالة في لحظة تي أن، إيماجين دخل عليها لا ليميت وتقول لما تي دو يكون تي أن، هذه هل تشبه اف دو إكس موان اف دو إكس زيرو على إكس موان إكس زيرو لما إكس يقول إلى إكس زيرو؟ لا ليميت هذه واش تقول؟ تعطيك المشتقة قابلية الاشتقاق، كي تكتب جوستومون لا رولاسيون هادي، كنت تكتبها هكا، نقول لكم أنا هادي دالة، نقولها هي اف دو تي دو موان اف دو تي أن، سوغ ماذا؟ تي دو موان تي أن، دخلت عليها لا ليميت، لما تي دو يؤول تي أن، هادي راح نقول سي اف بريم في تي أن، ولذلك إدخال النهاية على هذا، ما هو إلا مشتق أو أم بالنسبة للتي، شوفوا مليحة، وعبر به عن شعاع آخر اسمه شعاع سرعة لحظية. فمن أين أتت أن في هو مشتق إكس بالنسبة للتي؟ جات من فشعاع، لأنها أشعة في الحقيقة، كاين شعاع الموضع أو أم، مشتق شعاع الموضع بالنسبة للتي سمي شعاع السرعة اللحظية. التلاميذ سابقا جامي شافوا مشتق شعاع أو أن شعاع، شو يسمي؟ إكس في إي، ما مشتق إكس في إي؟ تقول لي مشتق الأول مضروب في إي، زائد مشتق إي مضروب في إكس، مشتق إي، شو يسمي؟ مشتق إي، شعاع وحدة، ثابت، هل شعاع الوحدة يتغير؟ أو أم يتغير؟ صح إي، ثابت في معلم، هل يغير المكان تاعه إي؟ جامي. وبالتالي ما مشتق اي تولي صفر، مشتق الاول في الثاني زائد مشتق الثاني في الاول، كيف تصبح العباره هذه؟ دونك ديريكتومون ما كانوش تكتبوا لي هنا تولي تقول لي شعاع السرعه اللحظيه ما هو الا دي اكس دو تي سور دي تي مضروب في اي، وهذه هي اللي سميتها لكم هنا في سي لا فيتاس، بيان سور باسكو عندها مركبه واحده كما هنا كاينه مركبه واحده اكس هذه يسميها في، تحبوا نسميها في اكس يا با بروبليم باسكو هي تتعلق بالاكس لانها مشتقة اكس فيمكن ان نسميها في اكس. المهم هذه هي اللي كتبناها هنا والاشارة تاعها الان تكلموا انا الويكس تاعها مباشرة، اشارة هذه السرعة هي التي تعطي لك جهة الحركة، اذا كانت موجبة الحركة تتم في الاتجاه الموجب، اذا كانت سالبة فالحركة تتم في الاتجاه السالب، إشارة السرعة تعطي اتجاه الحركة بالضبط. اسمع ما المشتق تاع هذه؟ يسمى أ مشتق في بالنسبة لتي، وهنا في الحالات هذه يساوي زيرو. وكون نقول لك عطيني الوحدة تاعو، كنت تقول لي متر باغ سكوند كاري. اوكي. باسكو في ديجا متر باغ سكوند، السوق سميتوها على سكوند، تحليل بعدي. هذا مشتق السرعة، هذا هو المقدار الجديد بالنسبة لكل التلاميذ، يسمى التسارع. معنى التسارع ماذا؟ إذا كانت السرعة هي التي تعطي بكم تغيرت الفاصلة في وحدة الزمن، شوف هنا شنو في التعبير تاعها، متر باغ سكوند، الفاصلة قاعدة تتبدل صح؟ شاك سكوند كان زيرو ولات دو ولات كام ainsi de suite chaque seconde تتبدل لي بدو متر، هذا يعبر عن كيف تتغير السرعة، كيف تصير
صافي دير لا فيتيس ماشي هذا التغير قراوها ماتيماتيكمون تقول لي هذا مقدار تغير السرعه في وحده الزمن هذه السرعه تتغير لا وبالتالي التسارع في حركه منتظمه واش يكون معدوم سي جو ديشيفر لو 0 متر بار سكوند كاري 0 متر بار سكوند كاري يحق لي نكتبها 0 متر بار سكوند بار سكوند واش رايكم شوفوا مليح كيفاش نقراو التسارع قراو شركه كبار قصدين باسكو هو يدرس لك ماذا تغير لا فيتاس في وحده الزمن قاعد يقول لك بلي لا فيتاس تاعك هي قاعده هنا تتغير بزيرو شاك سكون زيرو متر بار سكون شاك سكون سوف يتغير يعني السرعه هنا كي تقرا دوك التسارع ان متر بار سكون كاري واش معناها Ça veut dire que la vitesse garde à se bêter un mètre par seconde chaque seconde. Je vous fais un grand mot de tesserre. Le tesserre, c'est ça. Mais qui est ma sora? La sora, tu peux dire, le mousse. La sora, c'est ça. Il y a une sora, je suis sûr. Je suis sûr, je suis sûr. Tu regardes, tu trouves avec le panneau, tu regardes la vitesse, tu trouves. Quelle est la vitesse? Tu regardes, tu vas 100 km par heure. Tu vite, moi, hésite, tu regardes, vous êtes 120. وتحس انت بزيادة السرعة لكن ما المقدار الذي يغير السرعة؟ إذا كانت السرعة تتحكم في الفاصلة لأنها مقدار تغير الفاصلة بالنسبة للزمن حيث أنها مشتق X بالنسبة لـ T فالتسارع هو المقدار الذي يتحكم في السرعة تدري كم تتغير السرعة في وحدة الزمن يعطي ما يسمى التسارع إذا كان معدوم يعني أن السرعة لا تتغير الحركة المستقيمة المنتظمة الآن هي الحركة ذات المسار المستقيم السرعة الثابتة والتسارع المعدوم نقدر ما نقولش التسارع المعدوم لو فات كو السرعة ثابتة والمسار مستقيم هادو سي سوفيزون